نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون. دكتور إدموند مساء الخير. قبل قليل كان يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل، وكان يقول يجب أن نضمن أن حماس لن ترهب الإسرائيليين في المستقبل، وأنه يجب العمل على ضمان تنفيذ حل الدولتين، وأنه يعني كيف قرأت هذه التصريحات؟ كيف يمكن للولايات المتحدة العمل على ضمان ألا ترهب كما يقول بايدن حماس الإسرائيليين في المستقبل؟ فعلا هذا سؤال مهم، لأن هناك تناقض حتى الآن إذا نظرنا إلى السياسة الأمريكية وخاصة سياسة الرئيس بايدن. كان هناك توقعات قبل أن وصل إلى البيت الأبيض، لأنه أدلى ببعض التصريحات التي رآها البعض أو نظر إليها بعض المحللين على أنها ستحاول تغيير بعض القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب فيما يتعلق مثلا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فيما يتعلق بالحفاظ بموضوع القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، أيضا موضوع عملية التسوية والسلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ربما أيضا موضوع الجبان. ولكن الرئيس بايدن تحدث قليلا عن ذلك، وعندما وصل إلى البيت الأبيض لم يفعل أي شيء من هذا، لم يغير السياسة، بل أنه استمر تقريبا. طبعا كان هناك إعادة بعض الدعم للفلسطينيين، ولكنه لم يفتح أيضا كما كانت هناك توقعات أن يسمح بفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلق. ولذلك لا أعتقد أن أولئك الذين كانوا يعتقدوا بأن بايدن سيتبنى سياسة مختلفة، أعتقد أنهم كانوا واهمين، خاصة ونعلم مواقفه. الرئيس بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ تحدث في أمام أيباك، وهي أقوى منظمة لوبي إسرائيلية في الولايات المتحدة، وقال أنه هو ليس يهوديا ولكنه صهيوني، وعاد ذلك أكثر من مرة. وبالتالي فأن من كان كما قلت من كان يتوقع أن الرئيس بايدن سيغير السياسة فأنه كان واهما، لأن السياسة الأمريكية لم تتغير، كانت استمرار الدعم لإسرائيل، وخاصة كان هناك بعض التوتر في الآونة الأخيرة بين الإدارة وبين الحكومة اليمينية لنتنياهو، وجزء منها له علاقة بما جرى مع الرئيس أوباما في أواخر عهده، عندما دعا الرئيس مجلس النواب الجمهوري دعا نتنياهو وكان رئيسا للوزراء للحديث إلى مجلسي الكونغرس دون إطلاع الرئيس أوباما على الفكرة، وأيضا نتنياهو لم يتحدث معه حول الموضوع، وهذه أغضبت يعني نسبة لا يستهان بها من الديمقراطيين. ولكن فعلا لم نرى تغيير أساسي. الرئيس بايدن لم يلتقي بنتنياهو عندما بعد انتخابه كما كان يرغب نتنياهو، أيضا لم يلتقي به في البيت الأبيض، بل التقى برئيس الجمهورية، ولكنه التقى به على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في فندق، ورأينا أن موقفه هو داعم لإسرائيل وللمواقف والسياسات الإسرائيلية وبقوة. رأينا خطابه قبل عدة أيام عندما تحدث عن التهديدات وأنه يجب القضاء على حماس، وأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على توحيد العالم كما قال، وأنها الدولة الاستثنائية، واستشهد حتى بمادلين أولبرايت التي عندما سئلت عن وفاة 500 ألف طفل عراقي قالت أن هل يستاهل هذا الثمن؟ قالت نعم يستاهل، وهو استشهد بها. طبعا ليس بالنسبة للعراق ولكن بالنسبة للدور الاستثنائي للولايات المتحدة. طيب دكتور إدموند، عندما يتحدث الآن رئيس أكبر دولة في العالم جو بايدن ويقول يجب العمل على ضمان تنفيذ حل الدولتين، هل تغيرت رؤية؟ للأسف لم أسمع المكالمة. السؤال أقول عن هذا التصريح الذي
منخفض جدا. طيب الى ان يصل صوتي الى الدكتور، هل تسمعني الان دكتور ادموند؟ هل تسمعني دكتور ادموند؟ الان تسمعني الان، جميل. عندما يقول بايدن يجب العمل على ضمان تنفيذ حل الدولتين، هذا الحل يعني كيف يبدو في الرؤية الأمريكية الآن؟ يعني عن أي دولتين يتحدث بايدن؟ فعلا هذا سؤال مهم جدا، لأننا فعلا بدأنا نسمع مجددا من الإدارة، من بعض المسؤولين، عن حل الدولتين، ولكن جميعنا يعلم أن حل الدولتين كما هو الوضع الآن غير ممكن، وذلك لأن إسرائيل وقامت مستوطنات، مئات المستوطنات في الضفة الغربية، وهذه المستوطنات فيها مئات الآلاف من المستوطنين، وبالتالي فهي أيضا تسيطر على أجزاء كبيرة من غزة، من الضفة الغربية، وتريد السيطرة على الحدود، على المياه. إذن كيف يمكن أن يقام حل الدولتين؟ لا أعتقد أن حل الدولتين لا يزال واردا إذا نظرنا إلى الواقع على الأرض، ولكن أعتقد أننا قد بدأنا نرى تغيير في وجهة نظر بعض الأمريكيين الذين بدأوا يتحدثوا عن أنه ربما هذا قد يكون أفضل حل، حتى أن هناك صحفي أمريكي يهودي مشهور اسمه توماس فريدمان، وهو من أبرز المعلقين الأمريكيين، يكتب للنيويورك تايم، دعا أولا، كتب مقالا في اليومين الماضيين عارض فيه، انتقد فيه سياسة إسرائيل بالتدمير في غزة ومحاولة إعادة احتلال غزة، وحذر من ذلك، قال أنها ستكون مكلفة جدا، وأضاف إلى ذلك بأنه إذا أردنا سلام في المنطقة لإسرائيل وللفلسطينيين يجب أن يكون هناك حل للدولتين، وقال أن المستوطنات يجب أن يتم سحبها وإخراج المستوطنين من الضفة الغربية، ولكن هذه مسألة صعبة جدا، لأنه إذا نظرنا إلى المواقف الإسرائيلية، إذا نظرنا إلى موقف ما عبر عنه وزير الأمن الإسرائيلي، فأنه قال في 2018 أن أمام الفلسطينيين ثلاث خيارات، الخيار الأول هو أن يقبلوا بوضعهم الحالي، وأنه يجب أن ينسوا فكرة حق تقرير المصير. المسألة الثانية، إذا لم يقبلوا بذلك عليهم أن يهاجروا، وإذا لم يهاجروا فأنهم عندئذ الجيش الإسرائيلي يعرف كيف سيتعامل معهم. وهو الآن وزير الأمن في هذه الحكومة، وسمعنا مع أيضا الحديث الذي تكلم به بعض المسؤولين الأمريكيين، وتكلم به أيضا عندما تحدثوا عن مساعدات للفلسطينيين في غزة، وتحدثت عنه القيادة الإسرائيلية أنهم يريدوا أن يخرج الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهذه ليست فكرة جديدة أيضا، وبالتالي فإن هذا يظهر بأن الولايات المتحدة ليست جدية على الأقل حتى الآن بالنسبة لهذا الموضوع.